مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه القراءة الصحفية لأهم العناوين الصادرة هذا اليوم في الصحافة المغاربية. وبداية مع الصحافة الجزائرية وجريدة البلاد، إصلاحات بوتفليقة ستتوج بتعيين وزير دفاع مدني، المستشار برئاسة الجمهورية رزاق بارا يكشف، سلال يزيل الغموض حول المصادقة على الدستور، ومحمد مزيان ونجلاه خارج السجن، وأحكام بين البراءة وست سنوات حبسا للمتهمين في قضية سوناطراك. جريدة الفجر، 5 سنوات سجنا غير نافذة ضد محمد مزيان في ملف سوناطراك 1، وجزائريات يتحولن لسفاحات على طريقة ريا وسكينة. جريدة الخبر، سعدان يتوعد أويحيى مهددا بأن يتلهى به بعد تعديل الدستور، والجزائر تشتري عوامات وتعجز عن إصلاحها، 345 مليون دولار ترمى في البحر. جريدة الرائد، عبد الرزاق بارا يصرح مزدوجو الجنسية ممنوعون من 15 منصبا في الدولة، وفيروس زيكا يخيف العالم والجزائر تعلن حالة طوارئ. جريدة الاتحاد، الدستور لن تطرأ عليه أي تعديلات والمصادقة عليه ستتم بدون مناقشة، سلال يصرح. خالد نزار يتهم بتشين باختلاس المال العام عندما كان مستشارا سياسيا للرئيس زروال. جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية، Le principal accuse écope de 5 ans de prison avec sursis. Sonatrach 1, affaire classée. جريدة Le Soir الناطقة كذلك بالفرنسية، La CSS succède au DRS. لمناقشة هذه العناوين، أهم هذه العناوين أعزائي المشاهدين، معنا الأستاذ علي دراع المستشار الإعلامي. أهلا بك علي دراع. أهلا وسهلا. أهلا. حديث الساعة اليوم في هذه الأيام علي دراع حول الدستور وتعديل الدستور والمصادقة عليه التي ستكون في يوم 7 من الشهر الجاري، يعني لم تخلو الصحف عن الحديث عن هذا الدستور، ما لماذا هذا الاهتمام الزائد؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا اهلا. هو شيء متوقع ان الصحافه تهتم بالقانون الاول في البلاد، الدستور هو وثيقه مهمه في حياه الامم. فاذا ما لا نهتم بالدستور ولا نهتم بمصير المستقبل، فبأي موضوع نقدر نستطيع ان نهتم؟ يعني اي حدث يكون اسبق من الاهتمام بالدستور. يبقى هل الدستور هذا عنده اتجاه واحد او اتجاه؟ ففيه من يساهم بهذا الدستور، وفيه صحافه تعارض وفيه معارضه ضد، وفيه يعني في حراك وفيه حوار قوي جدا، من هو معه ومن هو ضد هذه الوثيقه الدستوريه المقترحه من طرف الرئيس. فشيء طبيعي ان الصحافه تنقل ردود الافعال الاحزاب السياسيه والشخصيات السياسيه كذلك، وتنقل رئيس البرلمان الذي سيوافق او يعارض هذا الدستور. فمن الطبيعي ان الصحافه تهتم توضع على راس اهتماماتها هذا الموضوع اللي هو الدستور. نعم. حسب جريدة الخبر علي دراع، فالسعداني يهدد أويحيى بعد تعديل الدستور. نعم، يعني سعداني هو يعني تهديد ووعيد بين سعداني وأويحيى، ما صحة هذا القول وما رأيك، ما قراءتك حول هذا الموضوع؟ هو
وقراءتي قراءة أولية، يعني قراءة بسيطة قبل ما نخوض أو ما نغوص في الموضوع. قراءة كل واحد فيهم يريد أن يتقرب من السلطة، من القرار، من سلطة القرار وهو الرئيس الآن. فكل واحد فيهم يريد أن يكون هو الأقرب من الرئيس من الآخر. هما الفتنين في تشاداني كان معروف من مدة طويلة أنه كان بدون قيود، بدون قيد أو شرط تيار رئاسي أو ما يسمى الكلون بريزيدونسيال، ومشى معه في خطوات كثيرة حتى هاجم جماعة الديارات أو جماعة المخابرات، ويأتي بعده ويحيى المجهول أنه تأخر نوعا ما في هذه المساندة للرئيس، وكان ينتظر القرارات التي كان يمشي فيها مع جماعة الديارات لأنه هو محسوب على هذا الديار. فسيد يحيى يريد أن يتموقع الآن، فهذا اعتقادي لا يتناسب مع طموحات سيداني وتوجه وكيفية يرى المستقبل. فاعتقادي كل واحد فيهم يريد أن يكون أقرب من سلطة الرئيس حتى يستفيد من تطبيقات الدستور المستقبل. نعم، ما رأيك في إصلاحات بوتفليقة التي صرحت بها يعني جريدة البلاد معنونة أن إصلاحات بوتفليقة ستتوج بتعيين وزير دفاع مدني؟ هل الجزائر في رأيك تتجه بفضل التعديل الدستوري نحو المدنية؟ هذا حديث صريحات إعلامية ليست لها علاقة بالواقع، لم تكن منسوبة إلى شخصية نافذة في السلطة، وليست هي منسوبة إلى مصادر قوية في السلطة. هكذا ممكن حكواتي كما يقول المشارقة في الشارع، حكواتي مع شخص أو شخصين قال هذه المرة، أو ضغط من جهة من الجهات على الرئيس لكي يعين وزير دفاع مدني، وهذا اعتقادي لكان واقع سيكون له خلفية كبيرة في الصراع الطائر أو الذي سيدور بين جماعة قيادة الأركان المرؤوسة من طرف سيد القائد صالح وجماعة الرئاسة. فسيكون هناك صراع جديد سنعيش فصوله هذا الربيع وفصوله بداية الصيف القادم. فأعتقد أن تعيين وزير الدفاع وشخصية سياسية هو حاجة جيدة يعني ممتازة، لكن هل وصلت الجزائر إلى الطريق يعني؟ ما عدا إذا كان يعين رئيس بوتفليقة وزير الدفاع يكون مددي ولكن ليس له أي صلاحية. نعم، ما رأيك علي دراع في عودة اللاجئين السياسيين من المنفى؟ يعني تزامنت مع حل الدياراس والدستور الجديد، يعني ما علاقة جهاز دياراس بهذه العودة؟ وهل ساعدت هذه الظروف، هذه التغييرات على تشجيع هذه العودة؟ أنت تقصدي عبد الحميد إبراهيمي؟ نعم، عبد الحميد إبراهيمي. نعم، عبد الحميد إبراهيمي مجاهد ومناضل قديم ومن عائلة مدينة، ابن مبارك النيلي وابن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وسير في مراحل كثيرة أو سير في سير الجزائر، وكان عيب وعار على الجزائر أنه يعيش في الخارج. أعتقد أن الوصول بعد أو الحوار وصل في هذه الظروف بالذات إلى أن يعود ابناء الجزائر إلى الجزائر، حتى إخواننا العائشين أو الموجودين حاليا في لندن من بينهم إخواننا في المغرب أن يعودوا للجزائر وأن يقدموا خدمة مباشرة للجزائر وأن يقوموا بالتحقيقات داخل الجزائر، يعني بالمفروض أن الجزائر هي لكل أبناء الجزائر. وليس هناك فرق بين الجزائر عايش في لندن أو عايش في أمريكا، فكل ما أبناء الجزائر. أنا من الذين يولدون بأن الجزائر هي للجزائريين كلهم، حتى من هو يعارض هنا من الخارج يأتي ويعارض من الجزائر. أنا شخصيا عندي مبدأ كثيرة وأنا أعارض، وفي بعض الأحيان أتعرض إلى بعض الممارسات ولكن بسيطة عادي، في كل الدول في هناك ممارسات، لكن
الجزائر لابد ان تكون لكل الجزائريين، ومرحبا به عبد الحليم ابراهيمي انه يعود كابن ابن بار للجزائر، لم يرتكب جرائم ولم يصدر في حقه اي قرار قضائي و فمن حقه ان يعود ويعيش مطمئنا في بلاده. نعم. علي دراع، بصفتك مستشار اعلامي، هل هناك افق يعني للدوله المدنيه في الجزائر في هذه الظروف بالذات؟ شوفي اختي، انا اقول لك اجلا ام عاجلا، دوله القانون انا نسميها دوله القانون، في من يسميها الدوله المدنيه، انا نسميها دوله القانون. دوله القانون تبنى حجره بحجره، والنظارات نتاع المجتمع الان سواء الاعلاميين او السياسيين او الاطارات من كل انواع هم يناضلوا ونحن نناضل من اجل بناء دوله القانون اللي تكون هي الاساس للدوله المدنيه. نعم، والحديث عن القانون جاري الان، يعني في امس انهت محكمه الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قضيه سوناتراك، ما رايك في قضيه سوناتراك؟ شوفي قضيه سوناتراك انا ارتحت وغضبت نوعا ما، ارتحت لقرار العداله، قرار العداله انه تقريبا يبري السيد هذا مزيان، انا لا اعرف عنه شيء ولا اعرف قضيته الا من خلال الصحافه، ولكن تقريبا اخرج بريء ما عدا الحكم بخمس سنوات هذه مع وقف التنفيذ، لا اعرف في القانون كيف نصدر قرار بخمس سنوات مع وقف، يمكن ست شهور سنه مع وقف سنه ونصف، ان خمس سنوات معناها السيد يا يكون اخطا خطا جسيم ويعاقب عنه القانون، او انه لم يرتكب اي خطا ويخرج براءه. انا اعتقد ان القرار صائب، ولا بد من العداله تبع لا تمشي في ضغوطات سياسيه وسياسيويه، وانها تبرئ الباري وتجرم المجرم، وعلينا نضع الثقه في عدالتنا، ونقول للقضاة الجزائريين لا بد من حكم بالقانون والابتعاد على اي ابتزاز سياسي والابتعاد على اي ضغط سياسي. هذه الضغوطات سواء السياسيه او الاعلاميه من اجنحه داخل السلطه المتصارعه بين بعضها البعض لا بد الاجتناب، لا بد من الحفاظ على الاطارات الجزائريه، لان نحن الاطارات الجزائريه اصبحت تهرب. ونقول اختي العزيزه سوناتراك، المعلومات اللي عندي منذ خمس سنوات لم يتخذ فيها قرار اقتصادي، لم يتخذ فيها قرار استراتيجي، هي في حاله جمود كلي، ولا لست دفاعا على هذا السيد المدير العام، ولا دفاعا على الفئه اللي ينتمي لها، انا اقول للدوله الجزائريه وللعداله الجزائريه حافظوا على الاطارات الجزائريه حتى نمشي في طريق التنميه، وحتى نعطي للسوناتراك اللي هي الام الاقتصاد الجزائري نعطيها القيمه الحقيقيه تاعها، ونحافظ على اطاراتنا ما يعرضوش لشركات اجنبيه سواء داخل الجزائر او خارجها. نعم، علي دراع، ما رايك في عبد الرزاق، تصريح عبد الرزاق بارا الذي يقول مزدوجو الجنسيه ممنوعون من 15 منصبا في الدوله، ما قراءتك؟ هذا يشرع وحده، هذا عبد الرزاق، من هو هذا عبد الرزاق؟ هل هو الدستور؟ هو القانون الجديد؟ من انت حتى تشرع ضد هؤلاء؟ من انت اللي تخرج تشريع هذا والقانون هذا؟ انت تقنن للجزائر يا عبد الرزاق بارا؟ من انت؟ هؤلاء ابناء الجزائر، اذا كان فيه قانون يصدر القانون من طرف البرلمان المنتخب، هذا البرلمان احنا حاطين علامات استفهام فيه وما ناش عاطين الثقه كل فدا بالك كي شخص نكره غير معروف في المجتمع ويريد ان يصدر قرارات ويصدر اقوال، هذا من نوع خاصه من طرف الناس اللي راني يمارسوا السلطه، هذا عضو في نظام الدوله، مفروض عليه الا يتكلم هذا الكلام، هذه صلاحيات رئيس الجمهوريه اللي يصدر قوانين او مراسيم او من طرف البرلمان اللي يصدر قوانين، ممنوع عليه انه يتكلم كلام خارج هذه. نعم. شكرا، شكرا جزيل الشكر لك علي دراع المستشار الإعلامي على هذه القراءة. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الصحافة التونسية وقراءة في أهم العناوين مع الزميل غفران الحسيني. أهلا بك غفران.
أهلا زميلتي سميرة، تحية إلى كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الشروق، والتي تابعت ما يروج في الرأي العام التونسي من تفكير في تغيير رئيس الحكومة، حيث عنونت صحيفة الشروق: الباجي التقى مرجان وجمعة والشابي وجويني وزنادي، البحث عن العصفور النادر. حيث أوردت الصحيفة أنه تعددت في الآونة الأخيرة لقاءات رئيس الجمهورية مع سياسيين ومسؤولين سابقين، وهو ما دفع إلى التساؤل عن مغزى هذه اللقاءات وما قد تؤدي إليه من تغيير في المشهد السياسي العام في البلاد. فهناك حديث في تونس على كون رئيس الجمهورية يفكر في تغيير رئيس الحكومة، وعلى صعيد آخر يستبعد كثيرون فرضيات تولي أحد هذه الأسماء رئاسة الحكومة في الوقت الحالي، خصوصا بعد أن عبر رئيس الجمهورية والائتلاف الحاكم عن رضاهم حول أداء لحبيب الصيد، بل إن رئيس الجمهورية استبعد مؤخرا في تصريحات إعلامية فرضية تغييره. إلا أن الصحيفة اعتبرت أن هذه الزيارات تخفي وراءها تفكيرا في تغيير المشهد السياسي العام في البلاد، وقد تدفع برئيس حكومة جديد قادمة الأيام حسب بعض القراءات. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح، والتي أجرت حوارا مع القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي تحت عنوان: أزمة النداء سببها المال الفاسد داخل الحزب. إذ تحدث عبد اللطيف المكي أولا أن الأوضاع الحالية لا تدفع بحركة النهضة إلى تصدر المشهد البرلماني وتأثير ذلك على الأداء الحكومي، لأن النهضة في تقديره تريد تجنب أي سلوك يوحي بأنها تريد أن تغتنم فرصة ما يمر به الحزب الحاكم لتتصدر للحكم، لأنها تريد إرساء ثقافة جديدة وسلوك يشبع الحياة السياسية بالمعاني الأخلاقية. وحول حديثي عن أزمة نداء تونس، قال عبد اللطيف المكي أن هناك من يبحث عن مبرر لصراع الشقين داخل النداء لكسب رصيد سياسي، ولو كانت النهضة وراء ما يجري في نداء تونس لاغتنمت الفرصة لتنمية رصيدها البرلماني والحكومي. بالعكس، فحركة النهضة تريد تصدر المشهد البرلماني ولا تريد تغيير المشهد الحكومي بشكل عام، واعتبر أن الأزمة داخل النداء هو صراع سببه المال الفاسد الذي دخل إلى الحزب وحركة عدد من اللوبيات الذين يريدون أن يدخلوا غمار السياسة. ننتقل الآن إلى صحيفة المغرب، والتي نشرت الإحصائيات حول آراء التونسيين في الوضع العام في البلاد تحت عنوان 63% تونس تسير في الطريق الخطأ. ما لوحظ حسب الصحيفة أن هناك ازديادا هاما من قبل التونسيين في نسبة التشاؤم، وصعود عبد الفتاح مورو لأول مرة كشخصية أولى في البلاد يثق فيها التونسيون، مع تواصل تراجع هذه الثقة في رئيس الجمهورية الذي تدحرج لأول مرة إلى المرتبة الرابعة. كما يمكن أن يرى أنه منذ 13 شهرا لم تتغلب المشاكل الاقتصادية على القضايا الأمنية في البلاد، وذل المستوى الأمني أكثر ما يؤرق التونسيين. وعلقت الصحيفة أن التشاؤم انسحب بدوره على درجة الرضا على الرؤساء الثلاث، والتي تراجعت خلال شهر واحد بمعدل 7 نقاط كاملة، لتبلغ تقريبا أسوأ درجة منذ جانفي 2015. ختاما، صحيفة الصحافة اليوم تحدثت عن أزمة شركة الطيران التونسية سيفاكس للطيران تحت عنوان: القضاء الفرنسي يصفي فرع الشركة في باريس. كتبت الصحيفة أنه في الوقت الذي كان يقوم فيه بإجراءات قانونية لتصفية فرع شركته بفرنسا مما يعتبر تمهيدا لحلها، أعلن رئيس الشركة محمد فريخة لمختلف وسائل الإعلام مطلع شهر سبتمبر أن شركته تعود بكل قوة إلى فضاء النقل الجوي، إلا أن قرارا فرنسيا قام بمصادرة هذه الشركة والتي مقرها باريس لعجزها عن سداد ديونها التي تجاوزت 54 مليون يورو. وكدرت الصحيفة ختاما أن محمد فريخة أعلن يوم 15 الماضي من جويلية عن وقف نشاط شركته للطيران، مؤكدا في ذات الوقت بأنه بصدد تسوية بعض الملفات للعودة مجددا، إلا أن القرار الفرنسي كان سابقا على حد تعبير الصحيفة. هذا تقريبا أبرز ما تناولته الصحف التونسية التي صدرت اليوم.
شكرا جزيل الشكر لك غفران الحسيني على هذه القراءة. والآن إلى الصحافة المغربية وقراءة مع نبيل عبد اللاوي. أهلا بك نبيل. مرحبا بك زميلتي سمية وبجميع السادة المشاهدين. أبرز العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة اليوم نستهلها بيومية البيان. الحكومة تمر للسرعة القصوى في مخطط تسريع التنمية الصناعية. 18 عقدا ب1.4 مليار درهم ستوفر 4000 منصب شغل. إذ تم أمس الثلاثاء بالرباط توقيع 16 عقدا للاستثمار الصناعي بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار درهم. من المنتظر أن توفر 4000 منصب شغل و2.8 مليار درهم كرقم معاملات عند التصدير في أفق 2020. وتهم هذه العقود 11 مشروعا بقطاع السيارات وأربعة بقطاع صناعة الطيران ومشروعا واحدا بقطاع الإلكترونيك. وحسب التوزيع الجهوي لهذه المشاريع حسب المبلغ الاستثماري فإن جهة طنجة طوان الحسيمة تأتي في المقدمة. ننتقل إلى يومية الاتحاد التي تكتب انطلاق التسجيل في دورة 2016 لبرنامج أفضل المشغلين في المغرب. فقد انطلقت عملية التسجيل في الدورة 2016 للبرنامج الدولي أفضل المشغلين في المغرب الذي يكافئ سنويا المشغلين الأكثر تميزا في المملكة وفي العديد من بلدان العالم. وأوضح حبلاه للمنظمين أن هذا البرنامج الذي ينظمه المعهد الأمريكي بشراكة مع مكتب الاستشارة لكم يتوخى في سنته السادسة بالمغرب تكريم الشركات المغربية المتعددة الجنسية العاملة في المغرب. في ذات اليومية دائما الخطوط الجوية المغربية تعزز تواجدها بالجزائر. فقد فتحت الخطوط الملكية المغربية مقرا جديدا في الجزائر العاصمة في إطار استراتيجية طموحة تروم الارتقاء بخدمتها في هذا البلد المغاربي. وافتتح المقر الذي يقع بسيدي يحيى التي تعد من المناطق الراقية في العاصمة بحضور سفير المغرب بالجزائر عبد الله بن لقزيز ومسؤولين جزائريين وممثلي وكالات أصفار وشركاء الناقلة الوطنية. نتحول إلى يومية رسالة الأمة الأغلبية والمعارضة تتفقان على تقاسم 6 مقاعد بالمحكمة الدستورية. المعطيات التي تسربت من الاجتماع لمكتب مجلس النواب أظهرت أن هناك اتفاقا مبدئيا على أن يتم اختيار الأعضاء 6 الذين يمثلون المجلسين بطريقة توافقية بين الأحزاب 6 الأولى التي أفرزتها الانتخابات في 2011. وهكذا سيمثل مجلس النواب 3 أعضاء من العدالة والتنمية والاستقلال والأحرار، فيما يمثل مجلس المستشارين مرشحين عن حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي. نختتم جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم بيومية التجديد. تقرير دولي: المغرب يتقدم في مجال الحرية الاقتصادية، حيث صنف مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 المغرب من بين الدول التي تقدمت في مجال الحرية الاقتصادية، حيث احتل الرتبة 85 من أصل 117 دولة شملها التصنيف. وقال التقرير إن المغرب يحرز تقدما ملحوظا في دمج اقتصاده في السوق العالمية. هذا إجمالا زميلتي السمية أهم العناوين البارزة التي ميزت الصحف المغربية الصادرة اليوم. شكرا جزيل الشكر لك نبيل عبد اللاوي على هذه القراءة. والآن نختم جولتنا الصحفية بأهم ما اخترناه لكم من صور الكاريكاتير. هكذا مشاهدينا ننهي جولتنا عبر الصحف، إلى أن يجمعني لقاء آخر. دمتم في رعاية الله وأمسية سعيدة.